سنوضح أكثر الحقيقة في هذا الموضوع ونقف عند أحدث الأرقام التي تشير إلى الاحتجاجات، وضع الاحتجاجات في الشارع الإيراني في الليلة الماضية. خرج أحدث تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية. ماذا يقول التقرير؟ استمرت الاحتجاجات لليوم 20 على التوالي، سجل سقوط ما لا يقل عن 400 قتيل واعتقال أكثر من 20,000 متظاهر. هذه الحصيلة كانت لقمع الاحتجاجات التي عمت أكثر من 102 مدينة في جميع أقاليم إيران بما فيها العاصمة طهران. زن زندگی آزادی مرد بر دیکتاتور